بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة بعتها بتقول لنا عاوزين روشتة سريعة لسرعة القصف. يا سرعة القصف دي طبعا شغل الشاغل كتير جدا من الرجالة، واحنا ممكن نقول مش روشتة، ممكن نقول اتنين وتلاتة. في يعني كل عيان بتبقى استجابته غير العيان التاني حسب السبب الرئيسي لسرعة القصف. سرعة القصف كان يكون لها سبب وحيد وكان يكون لها أسباب متعددة، فحسب الاسباب اللي عنده بتفرق في استجابته للعلاج، ولكن الغالبيه العظمى بتستجيب للحاجات الموضوعيه. فاحنا هنقول مثلا في الروشته الاولى ان احنا ممكن نستخدم بخاخ سبراي او كريم. عندنا بخاخات ممكن قلنا في اللي هو دوز 14، وفي اللي هو البروكوميل، وفي كريمات ممكن زي بريدوكايين او املا. قلنا اهم حاجه مش اختيار نوع الكريم، ونوع الكريم طبعا مهم او نوع السبراي، ولكن الاهم طريقه انت بتحطه ازاي. لو انت حطيت كميه كبيره اما ان يحصل فقدان الاحساس او فقدان الانتصاب، او ممكن كمان ان يحصل فقدان الاحساس للطرف الاخر، لان انت لما يحصل الادخال لو حطيت كميه كبيره هيحصل امتصاص عندها في المهبل فتفقد الاحساس هي اخر فتنتهي العمليه الجنسيه. طيب يبقى بنعمل ايه؟ احنا بنيجي قلنا على الرأس القضيب، الحته اللي هي ورا فوق اللي هي الحرف اللي هي المنطقه اللي نازله عمودين على الساق، يعني اخر جزء في القضيب من ورا اللي هو اعرض حته في القضيب. بنحط البخاخ او الكريم على الناحيه اليمين وعلى الناحيه الشمال، يعني نحط هنا كده وهنا كده، ونحط تحت في منطقه العرق، احنا بنسميها العرق، يعني اللي هي منطقه دلتا اللي هي اسفل القضيب اللي الواحد بيحط عليها اصبعه اثناء التبول. منطقه دلتا دي اللي هي اكثر نقاط حساسيه في قضيب الرجل وتمثل الجي سبوت في السيدات. نحط على الثلاثه، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. طبعا المريض بيبدا يعمل تعديل الكميات، يعني بيحط بخه بختين ثلاثه، بعد كده هو بيبقى عارف بقى ايه يزود يقلل، هو بيعرفها بالخبره الذاتيه. الكريمات بتتحط قبل اللقاء ب 15 الى 20 دقيقه، والاسبراي بيتحط 30 الى 40 دقيقه. وطبعا كل مريض بيبقى عارف هو ممكن يزود او يقلل حسب ما هو عاوز. طب في عيان بيقول لك انا ما بحبش الكريمات او السبريهات او ما بستجيبش ليها، ممكن نستخدم اللي هي العلبه المثلثه الجوي بوكس او الديور جوي، ليها اسماء متعدده. بناخد منها قرص او نص قرص، يعني في منها 60 مللي جرام او 30 مللي جرام، يعني ناخد قرص او نص قرص قبل اللقاء من ساعه لثلاث ساعات. ويفضل ناخد معاها حاجة منبهة، يعني شاي، قهوة، نسكافيه، حاجات من دي. في ناس بتستجيب ليها وفي ناس بتقول لك لا أنا يعني ما بحبهاش أو ما بستجيبش ليها أو بتديني بيحصل معاها آثار جانبية. يعني مثلا يحس بإن هو خملان، نعسان سنة. بلاش الروشتة دي، في روشتة تالتة ممكن نستخدم حاجات زي الكاردورا اللي هو الألفا بلوكر. كاردورا او البلوك الفا دي ممكن تتاخد قبل اللقاء بساعتين، ناخد قرص قبل اللقاء بساعتين ودي بتدي نتائج كويسه. طيب السؤال، هل ممكن اخد مع الثلاثه يعني سواء المضاد سواء السبراي او الكريم او الجوي بوكس او حتى البلوك الفا، هل ممكن اخد معاهم فياجرا؟ طبعا مفيش مشكله خالص، لان في ناس كتير بتبدا يعني لما يلاقي نفسه بدا يطول وساعات بتبقى الاستجابه كويسه فيبدا يحس ان هو ايه الانتصاب بيبدا يفقده في الاخر، يعني بعد فتره طويله، فيقول لك لا طب انا عاوز احافظ عليه منتصب تماما الى النهايه، فيبدا ياخد مثلا ايه ربع قرص ولا حاجه، مثلا ممكن ياخد فايريكتا، سيلدين، كاماجرا، اي نوع هو بيفضله، ياخد ربع قرص ونص قرص مفيش مشكله خالص. طبعا ده بيتاخد قبلها ب 45 دقيقه، عايز ياخد قبلها بساعة بساعتين مش هتفرق، لأن هو يعني مفعوله يعني يتحمل الانتظار. وشكرا.